أجل الحصول على محامي عانيت كثيرا لكي أحصل على محامي وهو الحق الذي يكفله القانون، لأن الحصول على الدفاع في هذه يكون صعب جدا. وأعلم أن حتى أنه يكون مكلف ماديا، ومن هنا فإن هيومانيست انترناسيونال مثلا لا بد لها من الحصول على إمكانيات مادية يمكن لها من خلالها أن توفر دفاعا أو توفر ظروف القانونية البسيطة للمسجونين أو المحكومين عليهم. وأوجه دعوتي هنا من خلال هذه السانحة إلى جميع الأشخاص المهتمين بحقوق الإنسان الراغبين في عالم آخر، يساهموا مع هذه المنظمة في الحصول على إمكانيات مادية مهما كانت. يمكن الشخص أن يساهم بخمسة أورو، بمئة أورو، بألف أورو، لكن أعلم أن خمسة أورو أو عشرين أورو أو ألف أورو التي ساهمت بها قد تتسبب في منح شخص آخر منسي حياة جديدة. اتصالات فقط لا تكفي، لا بد من أن تكون للمنظمة إمكانيات مادية يمكنها أن توفر، ولكن هذه الإمكانيات لا يمكن أن تتوفر إلا حين تتظاهر جهود المانحين، مانحين الدوليين أو المانحين الشخصيين من أجل خلق من أجل تحصيل إمكانيات مادية للمنظمة. من دون إمكانيات مادية أعلموا أن السجناء موجودون في مجتمعات ستمنعهم من الدفاع، كما حصل معي بقيت لمدة سنة زيادة بلا محامي أطلاقاً.